kırdı. Bu nezir şokta kalıdı. Bu kapıs kağıtı yedirse hile etkinim olamış. Kali yap gelmeye kağıtı yedirse. Yüzüm edicisi kale yap gel kağıtı yedirse. Bu diye hemen kurbanı. Ne o diyen hap. Geçmiştir. Ve şakayı. Şakın avval. Bu nasıl çatlaş. Sizce bakın o yapıda en kurbanı. Tamam. Müşrak o yaşar. Kali yedirse. Kali yedirse. بين مساجد الأمنية إلى مختلف أرجائها في ولاية مراكش الأبواب مفتوحة جبنا صورة مسخرة قاعدة الفزات المحلية باش عموم الزوار ديال قاعدة مراكش فيما يخص العمل ديال هاد القاعة على أرض واقع هاد القاعة اللي كما شفنا ذاكرا تقطع السهم إلى مدى 24 ساعة أشبر شطر فيما يخص التدخلات ديال المواطنين على جميع الأطراف كما كتلاحظوا هنا الرواق ديال الشرطه التقنيه والعلميه اللي بطبيعه الحال كتحاول تخرج الزوار من الانشطه ديال الشرطه التقنيه والعلميه ولا الامكانيات اللي كتوفر عليها كما كتلاحظوا هنا كاينه نموذج في وزاره الجريمه الهدف ديالو هو ان تقريب المواطن العام اللي كيكون في الشرطه التقنيه في وزاره الجريمه وكذلك توعيه المواطن على السلوك الذي يجب اتباعه اذا كان ضحيه في الاشياء الاجرامي انه يقوم بتحقيق على معالم وزاره الجريمه كما تنص الماده 58 من قانون الاداره الجنائيه على انه يمنع تغيير معالم وزاره الجريمه حيث وقع الاصابه في خلال المغرب واللي من قبل حكم الشرطه بوجود الهويه اليوم اصبح الشرطه التقنيه كتلعب واحد الدور اساسي في مطبعه حكم محاربه الجريمه هذا الدور ديالها من قبل تحديد الشله اولا في وزاره الجريمه حيث ان هناك عناصر تقنيين اللي كيتبعوا هذا العمل هذا التقنيين بعد تحقيق طبيعه الشرطه اللي كتخدم مجموعه ديال التدريب اللي عاونوا بعد ملك الشرطه واللي كتكون افراد ديال الشرطه التقنيه اللي كيخدموا مع التدريب هذه سواء تقريبا مطبعه الجريمه البصمات او رفع العينات من وزاره الجريمه من طبيعه الحال حين هذه الحاله تعرض للصفات هي التحاليل الضروريه في دفع الهويه ديال المجتمع هذا العمل طبعا في وزاره الجريمه كيكون الامكانيات كثير الخبره من ناحيه الامكانيات المجموعات الامكانيات ديال الكشف عن الاشخاص اللي كتكون في وزاره الجريمه من اليات ضوئيه وكذلك مواد الى غير ذلك تحديد المواد في وزاره الجريمه ومن طبيعه الحال كاين كذا لان كاين خبره لان كاين طبيعه الحال هذا العمل كيكون في التكوين المختص بين التقنيات غادي يكونوا تقنيين اللي عندهم تكوين علمي واللي كيتم دورات تدريبيه في هذا المجال بالنسبه لهذا الاطفال اللي كيتقنوا صوت جريمه وغادي تكون خارج واحد النصيحه من الهدف ديالها هو حمايه الاطفال في هذه الجريمه يعني التغطيه ديالها الان الادوات اللي كتقنوا صوت جريمه او الاطفال اللي كتقنوا صوت جريمه من طبيعه الحال هذه تقدر من كامل كتمشي للطبقه الشرطه الجريمه والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.